السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. بغيت نشارك معكم اليوم طريقتي السهلة لتحضير الدنجال أو الباذنجال. طريقة ماشي بحال اللي كنعملو عادة، كيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. أنا شخصيا كنفضل هاد الطريقة، كتجي فيه واحد اللذة خاصة. فبقاو معايا حتى الأخير نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غنحتاجو الدنجال أو الباذنجال، طبعا الكميه كتبقى على حسب شحال بغيتو تستعملو، وغنحتاجو مطيشه والفلفل الحار حتى هو كيبقى حسب الرغبه. كما كتشوفوا انا هنا استعملت 4 دنجالات وثلاثه المطيشات، وانتوما استعملوا المقدار اللي بغيتو. على بركه الله عملت الدنجال فوق البوطه يتشوى، وممكن تدخلوه الفران كتكون درجه الحراره مرتفعه وكيتشوى دغيا، وحتى فوق المجمر، المهم يتشوى مزيان. كما كتشوفوا كنبقى مقبلاه كنقلبو، المهم حتى كيتشوى مزيان، وكنشوي حتى مطيشه والفلفله حاره حتى هما بنفس الطريقه. وهذا هو السر ديك الدنجال، قلت لكم كتجي فيه واحد اللذه خاصه، ان جميع المكونات كنشويهم. من بعد ما تشواو كما كتشوفوا غنعملهم في بلاستيكه ونخليهم يرطبوا شويه، بحال الطريقه اللي كنعملوا في الفلفله اللي كنبغيو نشويوها. ودابا غنقشر الدنجال، كما كتشوفوا كيتقشر بكل سهوله ملي كنشويوه مزيان. غنكملوا بالتقشير حتى نساليه كامل. غنقشر المطيشه حتى هي بنفس الطريقه. كما قلت لكم ملي كيتشواو مزيان كيتقشروا بكل سهوله. غنقشر حتى الفلفله الحاره اللي قلت لكم في الاول، وطبعا الحار كيبقى اختياري، غير هو كيلدد الاكل. غنقطع الدنجال صغير كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وغنقطع حتى مطيشه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للمطيشه ممكن تحكوها في الحكاكه الغليظه عوض انكم تقطعوها. غنعمل شويه د زيت الزيتون في الطاجين، وغنضيف شويه د الربيع مقطع رقيق، يكون القزبر مكثر، وغنضيف الثومه محكوكه، غنعمل شويه الابزار وشويه سكينجبير، تحميره او بابريكا او الفلفل الغبره، ومعلقه معجون الطماطم، والكمون، وشويه الملحه. غنخلط هاد لاصوص مع بعضها مزيان. وبالنسبه للعطريه ممكن تضيفوا ولا تنقصوا ولا تزيدوا شي حاجه، المهم داكشي كيبقى على حسب الاختيار. غنزيد الدنجال ومطيشه اللي سبق لي قطعتهم. صافي غنبقى نخلط مزيان مع ديك لاصوص وانا كنحرك حتى يشرب الدنجال ديك لاصوص مزيان، وغنخليهم يتشحروا. بالنسبه للكمون انا ما عملتش بزاف، حيت الكمون معروف كيمرر الا كثرنا منه. بالحق ملي غيقرب يطيب ملي غنطفي عليه غنزيد شويه الكمون على الوجه.
وكاضافه اللي بغى يزيد حتى الفلفله خضراء حتى هي بنفس الطريقه مشويه ويقطع رقيقه ويزيدها مع الدنجال حتى هي كتجي مزيانه. كنغطي الطاجين وكنخلي الدنجال يتشحر مزيان ويزيد يطيب على خاطره. كما كتشوفوا الطاجين تشحر مزيان، ما نقول لكم شي على الريحه اللي طالعه منه، يا سلام كتشهي. ومعروف طياب الطاجين كيجي لذيذ وصحي. غنضيف ديك المعلقه صغيره ديال الكمون كما قلت لكم في الاول، وغنحرك مزيان. كما كتشوفوا هاد الدنجال ديالنا جا معلك وطاب على خاطره. وهذا هو الطاجين ديال الدنجال، قدمته مع الفلفله حاره. صراحه كيجي غزال ولذيذ بزاف، وهاد طريقه الشواء كتعطيه واحد اللذه خاصه، غير جربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. ممكن تقدموه كطبق رئيسي وترافقوه بالحوت مقلي، شليدات كما معروف البيوت ديالنا المغربيه، ولا تقدموه كسلطه كيتكل بارد وسخون. وهذه كانت وصفه اليوم، سهله وبسيطه، شاركت معكم الطريقه ديالي. ملتقانا في وصفه قادمه باذن الله. ما تنساوش تخليوا لي اللايكات والتعاليق ديالكم، وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليتكم على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه.